بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما ينتفع به أخواتي بلوزة شبابية بالغرزة الشبابية اللي علمتكم إياها غرزة حلوة تغيير شكل وعلمتكم بالفيديو القصير من كيف من الصدر وهلأ نحن وصلنا لعند حردة الأبت حرضنا الأبت 3-2-1 وصلنا هلأ بالنسبة للحردة الأب الفي ب 3D فيب 3D قبة مدورة هلا بفهمي كيف التفاصيل البلوزة الشبابية مثل ما اتفقنا انا وياكم وعملنا فيها عليها فيديو ابتدينا الظهر 88 غرزة الصدر 87 غرزة ليش نقصناه غرزة مشان لانه هي الغرزة مفردة هاي مضاعفات هذا مضاعفات رقم سبعة لانه هذول اربعه وهذول ثلاثه، سبعه 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 زائد اربعه زائد ثلاثه. المهم هلا نحن وصلنا بالطول لعند حردة القبس وصلنا 45 سانتي اخواتي 45 سانتي، على فكره هي البلوزه ل 17 16 لا 16 17 او ل 18 سنه بحسب انه يكون الشب رفيع نحيف ماله صحته منيحه، ياسا ميديوم نحن وصلنا لهون لعند حردنا ثلاثة باثنين بواحد عدد الغرز الباقي يعني معانا خمسة وسبعين غرزة بقي معانا خمسة وسبعين غرزة بدنا نحسب أول شيء قديش عدد غرز الأكتاف لا تنسي أختي الكريمة إنه إذا أنت بدك تساوي أب بي في بده يزيد معاكي غرز معناته في عندك ريب لسه ولذلك ما بتعطيه حقه كامل أنا حسبت له 18 غرزة فقط لا غير للكتف لانه هلا بده يجينا من هون بده يجي اربعه بثلاثه باربعه شايفه كيف بده يجي من هذا الطرف نحن بدنا نحرز هلا هيك باتجاه اليمين بالنسبه لهذا الطرف ولذلك عملنا عملنا هون 18 غرزه بعدين قسمنا هدول الغرز تبعيث ال... انت بتعتبري بتريديهم ضفرات بتريدي تقولي الرسمه على كيفك كيف بتريدي تعمليهم انا ما العدد مفرد انا عندي غرزه في المنتصف اذا انا هون في عندي قد ايش عملنا هلا 18 من هذا الطرف قد في معي هون بالوسط 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 هاي غرزة المنتصف من هذا الطرف كمان 19 غرزة اخواتي هلا بدنا بقى بعد ما حردنا القبس بدنا نبلش بقى نساوي الحردة اذا بدك ابي في دائما بالنسبه للشباب حرديها من بعد حرده الابث من بعدها خلصي حرده الابث بتبلشي حرده ال ال قبل في لانه الرجال والشباب بحبوها عاليه ما بيحبوها عالي واطيه بالنسبه للسيدات حرديها مع حرده الابث ورغم ذلك بشوف في ناس بيحردوها كمان مع حرده الابث بالنسبه للرجال اذا كان بدهم يساووا الريبه عريضة هلا هون نحن بدنا نساوي الريبه منا وفيه ولذلك من بعد حردة القبط بنبتدي دغري بالشغل هلا شو بدنا نعمل بدنا نبلش بالحردة ايه اذا بدك ياها الحردة ابي في انا قديش معاي ابي مدورة انا قديش معاي حردة القبط معاي ياها 22 او 21 سنتيمتر ونص بالطبق 21 سنتي ونص بناخذ النص زائد واحد وبنحسب الغرز بنقيم عدد غرز الاكتاف ونبلش بالحردة عند النصف زائد واحد بلشي حردة القبة المدورة مثل ما اتفقنا دايما اما بالنسبة لحردة القبة الفي للرجال من بعد حردة القبط من بعدها يلا نبتدي انا وياك انا بدي أسوي لها قبة في والقبة في بدا يطلعوا هدول هن الريبة تبعيتها طبعا هاي هون مسافة ثلاثة كثير علينا ثلاثة نختصر منا وحدة يلا نبتدي أنا وياك سوا سوا <applause> هلا هون عندي هدول غرز الأكتاف أنا ما لي علاقة فيهم هدول بيضلوا معي على السنارة وظل أنا عم بشتغل بلش شغلي أنا من وقت ببلش تبلش بقى بالمنتصف عندي طبيعي بدنا بتاع بتعرفي من ببلش بالقسم اليساري قبل اليميني هذا هون بضل كله الساعة نشتغله ما في شيء نشتغل عادي بس وصلنا للمنتصف ببلش الشغل معنا هلا لهون هاي 18 غرزة هاي 18 هاي تبع الاكتاف يلا هلا ابتدينا بالمنتصف اثنين ثلاثة أربعة ما في داعي نعد لأنه أنا محددتها خمسة ستة سبعة ، ثمانية، ، تسعة ، عشرة 11 ، اثنى عشر ، ثلاثة عشر ، أربعة عشر ، خمسة عشر ، ستة عشر ، سبعة عشر هاي غرزة ، هاي غرزة المنتصف أخواتي ، غرزة المنتصف ما تعز حالك دغري خديها خديها من خلف الشغل هون بقى بدك تفرقي الشغل انتي خديها من خلف الشغل خديها اول وحده ما بدنا اياها احنا لانه هلا هذا منه وفي بده يطلع معنا الريب تمام يلا هلا الغرزه تبعيتنا ما ننسى هالغرزه تبعيتنا لفه بنشتغل وحده تنتين عدل بنرجع بنعمل هون هلا بنعمل لفه بنرجع بنشتغل غرزتنا نحنا لا تنسي اللفة بدك ترجعيها فوق الغرز وإلا بصير معك زيادة بالغرز هلا هدول ثلاثة هي واحد بدنا ناخد تنتين بدي نقص تنتين منهم من أول دور أنا دايما بعلمك إنه دايما ناخد غرزتين بأول وثاني دور هلا هون فرد مرة أخذناهم فرد دور عملتي أخذتي تنتين صفيتي هلا أنتي عاتنين حاجة ما بدنا ثلاثة ثلاثة عريضة بتصير لفينا نعمل وحدة هاي تنتين نعمل ما بننسى نلف الغرزة نعمل لفة تانية ونشتغل الضفرة التانية خلينا نقول ضفرة هي رسمة نقشة شو بتريدوا تقولوا لا قولوا لا غرزة غرزة أنا مثل الضفرة مساويتها يلا هلا تابعوا شغلك هلا بعده بقى بالدور اللي بعده ببلش التنقيص من هذا الطرف من خلف الضفرات حتى لو كنتي مساوية ضفرات تبعي نفس الطريقة أختي الكريمة هلأ هيك اشتغلي عادي نشتغل هلأ هيك عادي أنا لأنه ما عندي ما عندي غرزة بما أنه ما عندي غرزة بشتغل هلأ ريب هذا جرسي عادي دور العدل دور المقلوب وبرجع لك مشان فرجيك الدور الثاني على فكرة أنا هاي الغرزة ثابت لكم إلها فيديو منفصل اسمها غرزة شبابية غرزة شبابية كثير غرزة حلوة حفرجيكي بس كيف بنساوي المقلوب منها كيف بنساوي المقلوب بتلاحظي بتلاقي انه الغرز جنب بعضها اياكي تاخدي غرزتين سوا كثير بتنزعي منظر الشغل شوفي كل اثنين سوا هدول اللي لفينا عليهم اللفة هدول بيجوك كل اثنين سوا هون اخذنا نحن غرزتين صفى معاي اثنين انا بالعادة ثلاثة معاي يلا اجاني كمان هلا اثنين ننتبه ما ناخذ الغرزتين سوا بينقصوا غرزنا بيصير مو حلو هلا وصلنا لغرزة المنتصف هي غرزة المنتصف خلصنا اخذناها نحن غرزة المنتصف هذا الدور اخواتي مو اخذنا نحن غرزة من هون واخذنا غرزة بالمنتصف هلا هون نشتغل بقى التنقيص من هذا الطرف معانا عدد وافي بدنا نخلصه يلا هلا اول غرزه من نسحبها ما تنسيها اهم شيء اول غرزه بتسحبيها وبالروح بالرجعه لازم نشتغلها عكس الشغل يلا نسحبها هلا هون نحن هون ما بقى نحسن نشكل هلا الرسمه لانه صار ما بقى في معنى بلا في معنا هي وحده بنسحبها من نسحبها نجي نعمل اللفه ونشتغل وحده تنتين دائما اول وحده سحبية سحب بعدين بتقلبي اللفه على هدول التنتين يمكن انا لفيت اللفه غلط ولذلك ما قلبت معي لاحظوا اخواتي اللفه لازم نلفها من تحت ما هيك هيك ما بتلف معنا هيك نلفها هيك تمام يلا هاي وحدة وهي سنتين لاحظوا شلون صارت سهلة هلا صارت سهلة انه نحنا نقلبها طريقة اللفة بتساعد كثير من تحت هيك بتجيبيها لفوق تقلبي وحدة تنتين هلا بعدين بعد هذا الدور بيصير كل أربع أدوار بتاخدي مرة كل أربع أدوار بتاخدي مرة يلا هاي وحدة تنتين هلا بنعمل لفة اللفة شايفين كيف تبعتوا علي لفة هيك مو هيك هيك من تحت بتجيبيها ها نعمل اللفة بصير سهل قلبها أما إذا قلبناها بالعكس تطلع صعبة هاي وحدة وهلا هاي الثانية وحدة تنتين هاي تنتين هلا انتبهي علي شلون كيف بدي نقص أنا نحنا بدنا ياها تروح على اليسار بدنا ياها تروح الفتحة على اليسار شو بنعمل ناخد غرزتين من الخلف بس بشرط نغير شكل الغرزة بتسحبي الغرزة بتغيري شكلها وبتاخدي الثنتين من خلف الشغل اتفقنا اذا من بعد الرسمة تبعيتنا او الضفرة تبعيتنا منبلش بقى مننقص منغير منظر الغرزة وبناخد تنتين من خلف الشغل تابعي غرز تابعي شغلك عادي نحنا كم غرزة بدنا ننقص نحنا نقصنا هلا هون وحدة بصفي معنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع غرز تمام يصفي معنا سبع غرز يلا هلا بقى كل اربع ادوار مره كل اربع ادوار مره هلا متابع بما انه ما عندي غرزه انا انا بتابع كلياته عدل عديل لاحظوا اخواتي نحن هون اخذنا هلا وصلنا اشتغلنا اربع ادوار يعني ما بنشتغل كل دور كل دور كل دور عديل لا دور ايه دور لا هلا وصلنا للدور اللي لازم ناخذ فيه اذا دور ايه دور لا بدنا ناخذ الغرزه قبل كل شي هي سحبية سحب شوفي بيطلع منظرها جميل سحبية سحب تمام شدي ايدك لفي اللفه من تحت مثل ما تعلمنا لنشتغل الضفره وحده تنتي مثل الضفره تمام اخواتي وعفكرة ما كتير بتضب هاي الغرزه يعني لذلك انا ما ساويت زياده غرز كتير هي ما كتير بتضب الغرزه جوزنا اني ماني مستحكمه ما عم تقلب معي اوام هلا الغرزه اللي بعدها كمان نعمل لفه بنشتغل وحده تنتين وهلا هي نقلبها يلا هلا في عنا تنتين واحد اثنين بنرجع بنعمل لفه من تحت اهم شيء لفه من تحت ها ديري بالك اسهل عليكي لقلب الشغل ها لفه وبتعملي هدول التنتين اذا في عنا اربع ضفاير نحن هون بدنا نساويهم هلا وصلنا وصلنا محل ما لازم نختصر هاي بتكون هيك بنسحبها لهون بنغير موديلها بنغير اتجاهها بناخذ سنتين من خلف الشغل هذا الطرف اليساري بالكنزه يعني هلا قدامنا نحن يسارنا نحن اما بالنسبه للكنزه هذا الطرف اليميني تمام هلا تابعي شغلك عادي تشتغلي هلا دور دور العدل هلا بعده مقلوب بعده عدل بعده مقلوب ترجعي بتكملي التنقيص مثل ما انت عم بتنقصي قديش اتفقنا كم غرزه منضل من ناقص من ليضل معانا 18 غرزه فقط لا غير على هذا على من هذا الطرف هلا انا رح اشتغل وبرجع لك هلا التنقيص الثالث اخواتي اشتغلنا اربع ادوار ببين معك شوفي ها هي هون اخذنا واحد اثنين ثلاثه هذا الرابع هلا التنقيص الثالث نجي منا نشتغل هلا هون شو في عنا نحن غرزتين نحن هون بالمنتصف بدنا نحاول نتخلص منهم بس مو هلا بالتدريج بدنا نخفف من كميه الريبي تبعيه القبه احلى بتطلع اجمل من تكون عريضه يلا عنا هون تنتين كانوا ثلاثه صارينا هون اثنين هلا بنعمل هلا شوي تانية بنعمل بنروح غرزه بنخلي بس غرزه وحده بيناتهم مشان نخفف شوي من كميتهم هلا رح هون في عنا هي واحد اثنين بنعمل هي هلا شوفوا اخواتي هلا هون بدنا ننقص نحنا وصلنا محل التنقيص شو بنعمل هي بنغير لها أعملها هيك وبناخذ تنتين من خلف الشغل تمام بنكفي شغلنا بنروح وبنرجع بنروح وبنرجع بنروح وبنرجع بعدين بنرد نرجع بنساوي تنقيصه اذا كل اربع ادوار في عنا تنقيصه هلا اخواتي نحنا بالدور الرابع بالتنقيص شوفوا هي واحد اثنين ثلاثه نحن الدور الرابع بالتنقيص تمام هلا بنتخلص من هاي الغرزه الزياده هون مو في عنا غرزتين تخلصي منهم خذيهم اثنيناتهم من خلف الشغل تمام خذيهم من خلف الشغل من غير ما تغيري مثلاً الابره الغرزه خذيهم من خلف الشغل اعملي اللفه بتابعي شغلك بدنا نتخلص منها هلا هينا نحن بدنا نخلي الفارق بيناتهم بس وحده ما بدنا اياهم تنتين بدنا اياهم وحده نرجع بعدين كمان اربع ادوار ثانيات نتخلص من الغرزه الزياده اخواتي هون في لفه ما ننساها وعلى فرض نسيتيها ترجعي بالابره بتساويها بعدين بتصير هلا اجينا محل التنقيص هون كل اربع ادوار ناقص بنقلب الغرزه مثل ما هي نقلبها بنغير مجراها وبناخذ تنتين من خلف الشغل وبنتابع تنقيص هيك لحتى يضل معانا بس 18 غرزة 18 غرزة بدنا يضل للأكتاف والباقي كله بدنا نخصصره ما بنخلي شيء مشان بدها تطلع هلا القبه منا وفيها لاحظوا اخواتي شايفين كيف هلا عم تمشي معانا ماشيه معانا باتجاه اليسار والحرده كتير مناسبه وهذه هون مثل ما كن شايفينها هي هون عريضة ليش عم نتخلص من الغرز الزيادة نحنا مشان بدنا نخفف شوي من الغرز ما بدنا اياها 12 غرزة خليها تكون اثنين اربعة ستة ثمانية ثمانية وزيادة ولا تنسي في عنا غرزة حافة هي عم نسحبها سحب عم تطلع منظرها كتير حلو بكفي وبرجع لكم هلا اخواتي بالدور السابع للتنقيص بدنا نتخلص من هاي الغرزة بدنا نتخلص منها كيف نتخلص منها نشتغل هدول التنتين نعمل لفة وبناخد اثنين ناخد هدول اثنين معا تمام نحن ساوينا لفة ناخد اثنين معا بناخد هاي الغرزة وبنقلب عليهم وما بتبين انه نقصت معانا غرزة اطلاقا شايفين كيف رجعي عملي لفة اللي بعدها أفضل وسيلة هيك إنه ما ببين إنه نحن ناقص معانا غرز، هلا هون نحن وقت التنقيص شايفة كيف إجا دور التنقيص عنا، نقلب الغرزة وبنساوي، هلا بنستمر بهالموضوع هيك لحد ما نوصل لطول 21 ونص من طول حفرة الأبث لحتى نوقف، بصير قدامنا أحد إحتمالين، إما إنه بنكفي الريبة لحالها بنشتغلها بحيث انه توصل للظهر لمنتصف الظهر ومن خياطة او انه منوقف ومنشتغل الظهر بقبة انه مو محرودة تتذكروا احنا هون لقبة حردناها ساويناها كنا على اساس بدنا قبة مدورة بعدين لا بده اياها قبة في وسبحان الله الطقس نحن هلا عنا كثير مناسب من حظه من حظه مع انه صرنا هلا نحن بستة ايار يعني بسبعة ايار يعني مايو انه صار هلا لهلا لسه عنا برد ولهلا عم نتحمل انه نشتغل صوف شايفين اخواتي هلا نقصت معانا صار هلا حجمها كثير احلى من الحجم الاولاني حجم الاولاني كان كثير كبير هلا صار الحجم معانا تمام هلا صار اثنين باثنين 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 صار عنا هلا احنا ثمان غرز دريبه هلا من احلى ما يكون بنضل بنشتغل لحتى نخلص هدول نوصل ل 18 غرزه ومنتابع شغلنا لنوصل لطول 21 سم من طول حردس الأبيت بدنا 21 سم ونص لنوصل لحردة الأبيت نفس هالطريقة أخواتي نفسها نفسها بتتبعيها بالطرف الثاني ولا تنسي أول غرزة بتسحبيها سحب شوفي ما أحدها بتطلع تعطيكي منظر إنه أعطي ختمة ختمة منظومة شايفة كيف بهالشكل هذا لأعطيكي فكرة عامة عنها لل... للكنزة مثل ما قلت لك ابتدينا الظهر 88 طلعنا فيه ساده على فكره اخذ اخذ معي ثنتين شلتين 75 شلتين كاملات 75 جرام جينا للكمام الكمام حبيت اني انا اشتغلهم كلهم بنفس المبدا نفس مبدا الغرزه شايفين اخواتي نفس المبدا احلى بما انه هالغرزه ممكن انه تضب انا زدت غرز مثل ما تعلمنا دائما انا وياكي عنا هون اول شيء اشتغلنا هاد 18 دور 18 دور ريب مضلع على ابره رقم اربعه هون بالمنتصف في عنا ست غرز زدناهم بالدور الاخير من الريبه من ال... من الريب الدور الاخير زدنا ست غرز بعدين صرنا نزيد كل عشر غرز كل عشر غرز نزيد ضلينا نزيد لحتى صرنا لستين غرزه وصل العرض معانا 60 غرزة معناته نحن زدنا 12 غرزة 12 غرزة وصلنا للطول المناسب للكم بتقيسيه عليه بتحطيه تحت القبس بتقيسيه عليه ما مناسب لأنه 45 طويل طويل بيطلع 45 بتساوي أقل 43 أو 44 وبتتابعي شغلك عادي عادي هذا حرضة كم التركيب شايفين ثلاثة باثنين بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر بس صرتي ستة عشر تنقيصة بتبلشي بقى بتعملي الحركة الإستدارية وهي ثلاثة بثلاثة باربعة كمان نفس الشكل بالطرف الثاني بصفي هيك موديله بالنسبة للظهر قلتلك أنا إذا بدك تساوي أبي أب مدورة بدو حردة أنا هون ساويته على أساس أبي مدورة بعدين لا بدو أبي في الأبي في إلك قدامك طريقين إما بتريدي بتحرديها هي هيك مثل ما أنا حردت طبعا بترفعي عدد غرز الأكتاف اللي بدك إياها المناسب إلك ترفعيهم وبتقسمي هي على قسمين ثلاثة بثلاثة وبعدين بالمنتصف تعلقيهم كلياتهم على خيط شايفة هي حردة الأبه المدورة امتى هي بنوصل لها؟ بنوصل لها هي احنا 21 احنا سويناها على 19 على 19 سم حردنا تمام؟ حردنا 18 سم تقريبا 19 سم حردنا القبه، هلا في عندنا هون احتمالين اما هذا انا بفكه وبرجع بشتغل القبه منه وفيها او انه انا هذا الريب اللي عم بشتغله هذا الريب اللي انا عم بشتغله هون هذا بتابعه بخلص هلا هذا بختمه مع الاكتاف وبتابع هذا الريب هيك لحتى يجي داير مع دور الأبي. تمام اذا اما اما انه نشتغل هذا كلياته أبي آه ريب ريب يعني ريب مفرد او ريب مضلع او انه بنتابع هذا نفس هي الريبه بنتابعها بنشتغلها نوصل لعند 18 هون بنختمهم هدول مع بعضهم ومنتابع هذا 18 هالغرزه هدول معانا هالثمان غرز هدول اللي معانا بنتابعهم لحالهم بنشتغلهم لحالهم بحيث انه يوصلوا لمنتصف الظهر منتصف الظهر من هون والطرف الثاني كمان منتابع حتى يوصل لمنتصف الظهر وبعدين بنخيطهم خياطه ويفضل هذه الطريقه ليش؟ لانه إنه هذا الريب ما بينشغل معانا بعدين هذا الموديل من الريب ما بينشغل بعدين بينشغل بهالطريقه هي بتأمل إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله لكم صورة بنشركم إياها على الفيس وبحط لكم رابط الغرزة بداخل صندوق الوصف هلا الفيديو أخذ وقته بتأمل إن شاء الله أكون أنا شرحت لكم مزبوط نفس المبدأ بتطبقيه على هالطرف الثاني نفس المبدأ ما بتخالفي فيه بشيء أبدا وإن شاء الله تكون عجبتكم وهي هي بلوزة شبابية بين ال 17 و 18 او 16 اذا هلا هو جسم الشاب يعني المهم قياس ميديوم نتامل ان شاء الله نتامل ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم ونعلمكم الاشياء الحلوه انا وقت بوصل لعند الريبه اللي بدي اشتغلها لحالها والزقها مع الظهر بعمل لكم لها فيديو مستقل لا تنسوا نعمل لايك وشير واشتراك واهلا وسهلا فيكم